قطني وبدنا نرجع على جنوب، وهون نحن كمان كله لبنان، يعني نحن اهل بالنهايه، عرفتوا كيف؟ يعني وما رحنا نحن لبرات مطرحه، بعدنا هون بلبنان. نحن نزحنا من منطقه الجنوب ومعنا طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه متمرينه، فلقينا صعوبة كتير كرمال لحتى وصلنا لهون. هيدا الطفل بيخاف من صوت الضرب، فلهيك احنا طلعنا. احنا كبار رغم نسمع الأصوات عادي، متأقلمنا بالجو، بس كرمال الصبي اللي عنا معه كهرباء وعصاب ياخد أدوية، فصرنا نعطيه صبح ومساء، فهيدا الشيء أثر على صحته. نحن من بلدة عيطرون الحدودية، اضطرينا نترك بلادنا ب 8 أكتوبر، نزحنا على منطقة اسمها الدوار، وب 23 الشهر كمان اضطرينا انه نرجع ننتقل ننزح من بلدة الدوار على المدرسة الكويتية. نحن 15 شخص قاعدين بغرفة بمدرسة الكويتية. هلا نحن بس نظهرنا من الجنوب، يعني كثير شرشحنا، كثير يعني لكنا على الطرقان من بيروت على صيدا على سور، رجعنا جينا على صيدا، يعني كثير انزلينا على الطرقان.